السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ورحمة الله وبركاته. درسنا في الحصة الماضية عن موضوع مهم جدا جدا، وهو المعرفة والنكرة، وعرفنا من أنواع المعارف. بداية درسنا نوعين، أنواع المعارف. كان أول نوع العلم. العلم هو اسم الإنسان، اسم مكان معين، مدينة، دولة، هذه هي أسماء الأعلام. والنوع الثاني كان الاسم المعرف بال، أي اسم في بدايته ال، سواء كان شمسية أو قمرية وليست من أصل الكلمة، فهذا اسم معرف بال. هذا اسم معرف بال. تعالوا معا نتابع أنواع المعارف، لأنه عندنا منها ثلاثة أنواع أخرى. الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر. الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر. بالنسبة لأسماء الإشارة درسناها قبل، هي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ودول المقررين عليكم في المنهج. في أسماء أخرى، أي نعم في أسماء إشارة أخرى، لكن هذا هو الموجود عندكم الحين. هذا للمفرد المذكر، وهذه تستخدم مع المفردة المؤنثة وجمع غير العاقل. هذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع العاقل. طيب، الأسماء الموصولة، بهذه الأسماء الإشارة. طيب، الأسماء الموصولة مثل الذي والتي، اللذان، اللتان، الذين، واللائي واللاتي واللواتي، إلى غير ذلك من الأسماء الموصولة، وتستخدم في ربط الجمل لإخراج معنى مكتمل. طيب، والضمائر. الضمائر نوعان، منها ضمائر متصلة، أو خلينا نبدأ بالمنفصلة، منفصلة، وضمائر متصلة. منفصلة يعني بتجي في الجملة لحالها، يعني كأنها كلمة عادية في الجملة، كلمة كاملة مكتملة الأركان، مثل أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتن، هو، هي، هما، هن. والضمائر هذه المنفصلة أنواع. تعالوا نعرف مع بعض ونتعلم هذه الضمائر كيف تستخدم، وأسماء الإشارة واستخداماتها، والأسماء الموصولة واستخداماتها أيضا في الجملة. بالنسبة للضمائر المتصلة، تأتي متصلة بكلمة سواء كانت اسم أو فعل. يعني لما أقول
ماذا عن الدرس؟ ستقول المعلم شرحه. الهاء هذه ضمير متصل. المعلم علمنا. الرجل أكرمني. هذه المتكلم، ولكن هذه ليست مقررة عليكم، هذه للعلم فقط. طيب. تعالوا أولا نثبت تعلمنا السابق بهذا الجدول البسيط، أميز فيه النكرة من المعرفة، ثم أبين نوع المعرفة. أول كلمة عندي كلمة الحج. الحج هذه نكرة أم معرفة؟ أحسنتم يا شباب، كلمة الحج معرفة. طب نوع المعرفة الحج، صح؟ معرف بأل. عمر أيضا معرفة. نوع المعرفة أنه اسم علم، قلم نكرة. يبقى إذن الحج معرفة ونوع المعرفة معرف بأل، وعمر معرفة ونوع المعرفة أنه اسم علم، أما قلم فهي نكرة. الأشكال التي أمامي هذه من مثلث ودائرة وسداسي بها بعض الكلمات. تعالوا معا نتابع هذه الكلمات، نقرأها ونتعلمها ونفهمها سويا. هذان، هي، هؤلاء، هذه، هو، الذي، الذين، أنتما، نحن، هذا، هاتان، أنتن. هذه الكلمات عبارة عن، نقدر نسميها تشكيلة. تشكيلة من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر. طيب، إيش المطلوب في هذه الأشكال الهندسية التي أمامي؟ مطلوب مني أن أصنف الكلمات السابقة بحسب الشكل الذي احتواها إلى مجموعات. كل شكل مكتوب في بعض الكلمات، يعني مثلا عندي في الشكل اللي على شكل المثلث هذا متقطع، أكتب الكلمات الموجودة في كل المثلثات. السداسي عندي أكتب الكلمات الموجودة في كل الأشكال السداسية، والدوائر أكتب الكلمات الموجودة في كل الدوائر. بالنسبة للمثلث موجود به التي والذي والذين. بالنسبة للسداسي موجود به هذا، هذان، هاتان، وهؤلاء. أما بالنسبة للدائرة موجود في داخلها هي، هو، أنتما، نحن. الضمائر المنفصلة هي أنواع، منها ما هو للمتكلم، منها ما هو للمتكلم، يعني يستخدمها المتكلم للتعبير عن نفسه، سواء كان المتكلم هذا شخص واحد يعني مفرد أو مثنى أو جمع. لو أنت تتكلم عن نفسك ستقول أنا، يبقى هذا ضمير متكلم لمين؟ للمفرد. مذكر ولا مؤنث؟ تعالوا نعرف معا. أنت ولد، وتتكلم عن نفسك فتقول أنا ولد. طب لو كانت المتحدثة فتاة وتتكلم عن نفسها ماذا ستقول؟ ستقول أيضا أنا فتاة. إذن أنا ضمير متكلم للمفرد، سواء كان مذكر أو مؤنث، يعني سواء كان المتكلم هذا ولد أو بنت. طيب،
نحن ايضا هو ضمير متكلم. لو انتم كمجموعه كفصل مكتمل تتكلمون عن نفسكم ستقولون تتكلمون عن انفسكم بضمير واحد، سيكون الضمير هذا نعم نحن. يبقى نحن تاتي مع الجمع، ضمير متكلم للجمع، هذا ضمير متكلم للجمع. مذكر ولا مؤنث؟ بما انكم جميعكم اولاد ستقولون عن انفسكم نحن، يبقى هذا ضمير متكلم للجمع المذكر. جمع ايش؟ احسنتم، المذكر. طيب واذا كانت المجموعه المتحدثه من البنات ايضا سيقولون نحن، يبقى اذا نحن ضمير متكلم للجمع المذكر والمؤنث، يستخدم مع النوعين. طيب لو انتما شخصان فقط، قبل لا يسالني احد يقول لي يا استاذ طب اين ضمير المتكلم للمثنى؟ ضمير المتكلم للمثنى ايضا نحن، لو انت وزميلك تتحدثان عن نفسكما ستقولون ستقولان نحن، ستقولان نحن. يبقى إذن انا ضمير متكلم للمفرد سواء كان مذكر او مؤنث، ونحن ضمير متكلم للجمع سواء كان مذكر او مؤنث وهو ايضا ضمير متكلم للمثنى، ايضا سواء كان مذكر او مؤنث. هذا بالنسبه الى ضمير المتكلم او ضمائر المتكلم. طيب ضمائر الغائب هو وهي هما هم هن هو وهي وهما وهم وهن. هو اولا تعال نعرف ما معنى ضمير غائب. ان تتكلم مع شخص عن شخص آخر أو مجموعة أشخاص، أنك تتحدث مع شخص عن شخص آخر أو عن مجموعة أشخاص. يعني هل غائب معناه أنه مش موجود أصلاً؟ لا، قد يكون موجوداً ولكنه غير موجود أو مشارك في الحديث، يعني أنه ما يكون مشارك في الحديث. يعني مثلاً محمد يجلس مع عصام ويتحدث معه عن عبد الله فيقول له، هم الثلاثة يجلسون، يقول له هو قد ذهب إلى الحديقة، هو قد ذهب إلى الحديقة. هو تحدث عن عبد الله بضمير الغائب برغم أن عبد الله موجود، تمام. هو ضمير غائب للمفرد المذكر، هي ضمير غائب للمفردة مؤنثة، هما ضمير غائب للمثنى مذكر ولا مؤنث؟ مثنى بنوعيه. يعني ايه بنوعيه؟ يعني مذكر او مؤنث. هم ضمير غائب للجمع، ضمير غائب للجمع. هن ضمير غائب للجمع. مين ضمير غائب للجمع يا استاذ؟ اي نعم، ولكن هناك فرق. هذه النون مرتبطه بالمؤنث، مرتبطه بالمؤنث، حتى في الافعال نسميها نون النسوه. يبقى اذا هن ضمير غائب لجمع المؤنث، يعني لما نتكلم عن مجموعه من الاناث او من النساء، وهم ضمير غائب للجمع المذكر. يبقى اذن الضمائر حتى الان ضمائر المتكلم وضمائر الغائب.
نوع ثالث من الضمائر اسمه ضمائر المخاطب. ضمائر ايش؟ المخاطب. هذه الضمائر المخاطب لما تكون بتوجه كلام لشخص او مجموعه من الاشخاص، وهي كلاك: انت، انت، انتما. سمع واحد بيقول لزميله انت وانت نفس الكتابه، كيف اميز بينهم؟ كيف افرقهم؟ عن طريق حركة واحدة فقط، هي حركة الفتحة على الضمير أنت على آخر الحرف، وأنت تحت حرف التاء الموجود في آخر الضمير. كذا صارت أنت وأنت، لأنه في ناس بيكتبوا بالإملاء أنت أنت، هذا خطأ. تكتب بهذه الطريقة فقط، تكتب أنت ثلاثة أحرف والتاء مكسورة فقط. طيب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، تذكرون هذه النون المرتبطة بإيش؟ بجمع المؤنث، مرتبطة بإيش؟ بجمع المؤنث. أنت بتكلم زميلك، إيش تقول له؟ أنت. يبقى إذا أنت للمفرد المذكر. طب أنت قلنا الحين مفردة مؤنث يعني بنت. أنتما مثنى، مثنى إيش؟ مثنى بنوعين، يعني لو تكلموا ولدين تقول لهم أنتما، بنتين تقول لهم أيضا أنتما، سواء كان مذكر أو مؤنث. أنتم لجمع المذكر، وأنتن جمع المؤنث. هذا هو شرح استخدام الضمائر، كيف تستخدم، أو كل ضمير له وظيفة معينة يؤديها. طيب تعالوا نشوف العروض والتدريبات عندنا. يقول اكتب نوع الضمير امام كل مجموعة مما ياتي. انا ونحن، قلنا الحين انا ونحن ضمائر ايش؟ صح، متكلم. طيب اللي بعده انت، انت، انتما، انتم، انتن. انت، انت، انتما، انتم، وانتن، هذه ضمائر. نعم، شخص انا اكلمه يعني اوجه له الخطاب، يعني ضمائر مخاطب. هو، هي، هما، هم، هن، هذه حين يتحدث عن شخص لا يشترك معي في الحوار هي ضمائر غائبة. تعالوا نشوف إجابتنا صحيحة ولا خطأ. نعم، أنا ونحن ضمائر متكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن ضمائر مخاطب، هو، هي، هما، هم، هن ضمائر غائبة. أحسنتم يا شباب. الضمائر تعريفها هي أسماء معارف يكنى بها عن متكلم أو غائب أو مخاطب، هي أسماء معارف. لا تنسوا أننا ندرس في أنواع المعارف الحين، هي أسماء معارف يكنى بها عن متكلم أو غائب أو مخاطب. في الصفحة السابقة جاب لي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، بيقول هل الكلمات السابقة أسماء ولا أفعال ولا حروف؟
الكلمات السابقة هل هي معارف أم نكرات؟ الكلمات السابقة تستخدم في إيش؟ للإشارة إلى شيء معين ولا لوصل الكلمة بما بعدها؟ الإجابات الصحيحة أن الكلمات السابقة هي عبارة عن أسماء. الكلمات السابقة طبعاً دخلت تحت بند معارف. الكلمات السابقة تستخدم للإشارة إلى شيء معين، هذا، ولذلك سميت بأسماء إشارة، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الكلمات السابقة تستخدم للإشارة إلى شيء معين. من الإجابات السابقة أستنتج أنها أسماء إشارة، واسم الإشارة هو اسم معرفة. اسم معرفة هو اسم معرفة يستخدم للإشارة إلى شيء معين. الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللاتي. الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللتي. الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع المذكر، واللاتي لجمع المؤنث. الكلمات السابقة هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ الكلمات السابقة هل هي معارف أم نكرات؟ الكلمات السابقة يتم معناها بمفردها ولا لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها؟ الكلمات السابقة هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ هي أسماء. والكلمات السابقة هي معارف. الكلمات السابقة لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها ولا يتم معناها بمفردها؟ أكيد لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها. أجمع إجابات الصحيحة لأستنتج تعريف الأسماء الموصولة، هي أسماء معارف لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها. هي أسماء معارف لا يتم معناها، لا يتم معناها، أكرر، لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها، وهذه الجملة تسمى صلة الموصول. أسماء الإشارة هي أسماء معارف يشار بها لشيء معين، يشار بها إلى شيء معين. نعم. طيب الأسماء الموصولة هي أسماء معارف لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها. أشير إلى كل صورة في الجدول الآتي باستخدام اسم الإشارة المناسب. تعالوا نشوف الجدول مع بعض. قلم، هذا قلم، من يجيب؟ هذه وردة، أحسنت. طيب هذان كتابان، انها مثنى مذكر، نعم. هؤلاء اولاد، وهاتان قطتان، احسنتم يا شباب. اكتب الضمير المناسب في الفراغات الاتيه. عندما يتحدث العامل عن نفسه يقول انا احب العمل، صح. عندما يتحدث العمال عن أنفسهم، العمال هذه مفرد ولا جمع؟ نعم جمع. يتحدثون عن أنفسهم، يبقى إذن أحتاج ضمير متكلم للجمع. عندما تتحدث عن غائب تقول نقط يحب غائب، مفرد مذكر، استخدم ضمير من ضمائر الغائب. الجملة هذه نحن، نعم نحن نحب العمل، وهنا هو يحب العمل. عندما تتحدث عن غائبة تقول نعم هي
تصحبه العمل. عندما تتحدث عن غائبين، شخصين غائبين، سواء كان مذكر أو مؤنث، في هذه الحالة مذكر لأنها يحبان، هما يحبان العمل. عندما تتحدث عن غائبات، غائبات هذه جمع إناث ولا ذكور؟ إناث، يبقى جمع مؤنث، صح؟ هن يحبذن العمل. عندما تتحدث عن غائبين تقول عن غائبين، عفوا، عن غائبين تقول هم يحبون العمل. أحسنتم يا شباب، أحسنتم، بارك الله فيكم. أخاطب بالعبارة السابقة المفرد المؤنث، عفوا المفردة المؤنثة، والمثنى المذكر، والمثنى المؤنث، والجمع المذكر، والجمع المؤنث. تعالوا نشوف الحل. المفرد المؤنث، هذه أنت، أنت تعمل بجد. للمفردة المؤنثة هتكون أنت تعملين بجد، ممتاز. المثنى المذكر، ضمير المخاطب المثنى المذكر، أنتما، صح، تعملان، ممتاز، بجد. المثنى المؤنث نفس الجملة هذه، لأن أنتما ضمير مثنى للمذكر والمؤنث، أنتما تعملان بجد. جمع المذكر، نعم، ضمير المخاطب في جمع المذكر أنتم تعملون، تعملون بجد. جمع المؤنث أنتن، ممتاز، تعملن بجد. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، على أمل أن يكتمل اللقاء فيما بعد. جزانا الله وجزاكم كل خير، علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما علمكم ونفعنا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.